السلام عليكم، صباحكم الله بالخير. هذه طبعا اول مقناص بالنسبه لي في كالهاري، وهذول الجروب اللي معايا اخونا جار الله شجاع السهلي، وفي الخلف موجود عبد السلام عبد الله الغامدي، وايضا هناك اخونا من ليبيا الاخ عبد الرحمن. Hello everyone, now I'm glad that we have you guys here. I hope you enjoy the trip. رمى اخونا ابو شجاع الظبي، ولا نتبع بنرمي مره ثانيه ان شاء الله. لا ترمي مثل ما شاهدتم في اللقطه السابقه، ما شاء الله توفق اميرنا في هذه الرحله، الامير الشاعر، احنا نسميه الامير الشاعر. الله يوفقه ابو شجاع.